السلام الله عليك ومرحبا بك في فيديو جديد على قناتك بريزما للمعلومات، لأن هذه القناة قناتكم أنتم وليست قناتي، فبطبيعة الحال أشارك معكم أي صغيرة وكبيرة، أي صندوق أتاني جديد، أي ظرف، أي شيء من هذا القبيل، كذلك فكرة جديدة سنقوم بتطبيقها في القناة أشاركها معك بكل فرح وسرور. لذلك ارتأيت في هذا الفيديو أن أشاركك هذا الصندوق الرائع والكبير الذي وصلني من موقع إيباي. هذا الصندوق يتوفر على منتوج يساوي ثمنه 126 دولار، ولكنني لم أدفع الجمارك. لماذا؟ لأنني قمت بشحن هذا المنتوج إلى عنوان صديقي في فرنسا، وصديقي أرسله لي في النقل، يعني الكار أرسله لي في الكار كما نقول بالدرجة المغربية إلى المغرب، ولم أدفع الجمارك، فقط دفع صديقي مبلغ الشحن الذي تم شحنه من خلاله من فرنسا إلى المغرب. الآن سنقوم الآن بفتح الصندوق الكبير لنكتشف ما بداخله بطبيعة الحال، فابقى معي أخي الكريم. إذن أحبتي في الله، هذا هو ما وجدنا في الصندوق الكبير، معدات التصوير، يعني هنالك الكروما، هنالك السوفت بوكس، هنالك كذلك مظلة خاصة بالسوفت بوكس وما إلى ذلك من هذه الأمور. أنا لا أفهم جيدا في أمور التصوير، ذلك إذا أخطأت في أمر معين أو أكسسوار معين بالنسبة لهذا الصندوق لا يعذرني أخي الكريم، لأنني فقط سأشارك معك ما بداخل هذا الصندوق، وهنالك أناس محترفين في هذا المجال بطبيعة الحال. فهذا يعني كروما، لدينا كروما سوداء كما تلاحظون أحبتي في الله، سنقوم بوضعها هنا، كذلك سنجد يعني كروما خضراء، وسنجد كذلك كروما يعني بيضاء، وهذا صراحة أعجبني كثيرا. وسنجد هنالك يعني مظلات كما تلاحظون أحبتي في الله، مظلات يعني مظلات التي يتم تركيبها مع السيبور الخاص بها. هذا لا أعلم ما الغرض منه، لأنني صراحة بكل تلقائي أقوم بفتح هذا الصندوق، بكل تلقائي لا أمثل عليك، لم أفتح هذا الصندوق من قبل، أول مرة أفتحه أمام عيونك، لذلك قلت لك أنا أعتبرك كأخ، أريد المشاركة معك ما وصلني، ليس تكبرا أو تفاخرا أو ما إلى ذلك، وحاشا لله أن نكون من هذا الصنف، لأننا لم نربى على الأمر هذا، وبالتالي أنا فقط أشاركك ما أتاني فقط، لأن الناس تمتلك أمور يعني ما تبان قدامها شي حتى بصرف وصلة. هذا الشراء غير أمر بسيط، ما قسمه والله، نأتي بمعدات لكي نطور التصوير، فلا أعلم ما بداخل هذا، ولكن مهم من بعد يعني سأشارككم يعني وأنا سأركبها. نعم هذه يعني لا أعلم ما بداخلها، ولكن يعني هاتي نستعملها بالنسبة للمظلة، كذلك يعني السيبورات الخاصة للمظلة والعديد من الأكسسوارات التي سنجدها هنا. إذا أردت الذهاب إلى أي مكان يمكنك وضع الأكسسوارات الخاصة بك في هذه المحفظة، وهنا نجد يعني بعض الأمور الخاصة بالسيبور الذي يقوم ب يعني توقيفه كي تقوم بتركيب السوفت بوكس فيه، ونجد يعني العديد من الأشياء هنا أحبتي في الله. لا يمكن أن أقوم بالتطرق إلى كل الأشياء، ولكن صراحة هنالك العديد من الأمور التي بداخل هذا الصندوق الكبير التي لن تكفينا 10 دقائق أو حتى 20 دقيقة لكي نتطرق إليها، وأنتم تعرفون أن التصوير بالكاميرا يأخذ وقت كبير جدا، وكذلك في المونتاج وفي الرفع، كذلك في الرفع كارثة عظمى. فالذي سأقول لك أنني سأنصحك بشراء هذا المنتج، هذا أنا لا أقوم بمراجعة هذا المنتج، توصلت به أنني أريد أن أشتغل بهذه المعدات، أعجبني فقط. سأترك لك الرابط إذا كنت معجبا بهذه المنتجات، يمكنك شراءها والتعرف على الأكسسوارات في الرابط عند الدخول، ستجد جميع الأكسسوارات والتفاصيل حول هذا المنتج الرائع. فقط أريد أن أشاركك ما بداخل هذا الصندوق الكبير. لايك للفيديو إذا كنت تراني أنني أبذل مجهود من أجل أن أقدم لك كل ما يفيدك وكل ما يعجبك في حياتك اليومية، سواء التقنية وكذلك الأخرى. فكذلك لا تنسى الضغط على سبسكرايب إن كنت أول مرة تتابعنا، ولا تنسى تعليق محفز والدافع الأساسي من أجل أن نقدم لك الأفضل والأحسن. أراك إن شاء الله في مواد أخرى، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أحبك في الله.